مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن قصه غريبه عجيبه، قصه الفرح المسحور. يعني تخيل كده ان انت معزوم على فرح من احد اصدقائك او قرايبك او حد من جيرانك، ولابس ومتشيك ورايح في امان الله تحضر الفرح، وفجاه تلاقي نفسك في مستشفى مجانين رسمي. يعني وانت قاعد تلاقي العريس بيضرب في العروسة، والعروسة قاعدة متخشبة، والمعازيم كلهم هجموا على بعض ودوروا الضرب في بعض، وبقى بيطلع منهم أصوات غريبة، وبيناموا في الأرض وبيقعدوا يرفصوا برجليهم، وفي حاجات غريبة بتحصل في الفرح، وانت واقف مش قادر تصدق ولا عارف اللي بيحصل حواليك. هو انا فين؟ هو انا في فرح ولا في مستشفى مجانين؟ هو ده اللي حصل في فرحنا اللي هنتكلم عنه النهاردة. بس الاول لو سمحتوا تعملوا الفيديو لايك وشير، واللي مش مشترك معانا في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلوا دايما فيديوهاتنا اول باول. ويلا بينا على القصة. هنتكلم على فرح حصلت فيه الأحداث اللي قلنا عليها في أواخر 2020، يعني من حوالي 8 شهور أو 9 شهور تقريبا، في أواخر السنة اللي فاتت، في عزبة في محافظة الدقهلية في مصر اسمها عزبة عفيفي. كنا في يوم جمعة، وكانوا أهل يعني ناس من أهل العزبة دي بيعملوا فرح لابنهم. والحقيقة إن في الأرياف، بما انهم بيكونوا ناس معروفين لبعض وللعزب وللقرى اللي حواليهم، فمعظمهم بيفضل انه يعمل صوان في الشارع علشان يبقى صوان كبير قوي، لانه بيكون عازم، عشان معارفه كتير بيكون عازم عدد كبير جدا من الناس، بيتخطى المئات، يعني بالتلتمائة والربعمائة والخمسمائة فرد ساعات بيتعزموا على الفرح، بما ان اهل العريس بيكونوا من القرية، واهل العريس دول بيكون لهم معارف واصدقاء من القرية ومن القرى اللي حواليهم، ومساعات من القاهرة، فبتكون المعازيم باعداد غفيرة جدا. فمفيش صالة افراح او قاعة افراح هتحتمل العدد ده كله. وبما اننا في احداث 2020 كمان كانت سنة مش عادية زي السنة اللي احنا فيها، فمفيش مكان هيبقى مغلق ويحتمل العدد ده كله، ويعني الامن مش هيسمح بالموضوع ده. ففضلوا ان هم يعملوا شادر كبير جدا جدا في الشارع ويعملوا فيه الفرح. وفعلا الفرح اتنصب، والمعازيم جت، والعروسة والعريس حضروا للفرح، وكانوا الناس في منتهى السعادة، واهل العريس كانوا قاعدين بيزغرطوا وبيسقفوا وبيغنوا، والمعازيم كانوا قاعدين بيحتفلوا معاهم، والفرح كان شغال كويس قوي، لحد ما فجأة دخلت الفرح في من ورا من عند البوفيه واحدة من أهالي القرية، وإدت للعمال بتوع البوفيه جلاكن كبيرة فيها طم هندي وعرق سوس. والحقيقة إن الأفراح في مصر كلها عموما، سواء كانت معمولة في الشارع أو في قاعة أفراح أو حتى في أوتيل 7 ستار أو 5 ستار، ما بيتقدمش فيها لا طم هندي ولا عرق سوس. يعني دي مش من المشروبات اللي معروفة في مصر ان هي بتتقدم في الافراح، ولكن هي دخلت واقنعت العمال في البوفيه ان هي واحدة من اهل العريس، وان هي يعني ما عندهمش مشكلة هي والناس المعازيم في الفرح ان هم يشربوا في الحر طم هندي وعرق سوس، وان هي جايبها لهم عشان يعبوها في الكوبايات ويحطوا الكوبايات دي على صواني ويقدموها للمعازيم. وطلعت من عند قسم البوفيه وراحت للعريس والعروسة وتوجهت لهم، وقربت على العروسة وحضنتها قوي وبستها، وادتها 50 جنيه، قال يعني نقطة في ايديها، وسابتها ومشيت واختفت بعد كده من الفرح. وبالتالي الناس اللي مسؤولين عن قسم البوفيه اخدوا منها العصير وابتدوا يحطوه في الكوبايات ويحطوا عليه تلج عشان يبقى ساقع وطعمه لذيذ يعني، ويحطوه على صواني ويطلعوا يقدموا للي في الفرح كلهم، بما فيهم العريس والعروسة واهل العريس واهل العروسة وكل الناس المعزومين في الفرح، وابتدوا يقدموا لهم الطم هندي والعرق سوس. ورغم استغراب
الناس اللي في الفرح ان هم بيقدموا لهم طمي هندي وعرقسوس، ودي المفروض انها مشروبات بنشربها في رمضان على الفطار، ملهاش اي علاقة بالافراح في مصر، الا انهم قالوا يعني ما فيش مشكلة بما انها ساقعة وطعمها لذيذ والدنيا حر، فيعني ومشروبات عادية ومعروفة يعني، فعادي ان هم يشربوها، واخدوها وشربوها. وطبعا اهل العريس واهل العروسة والمعازيم تخيلوا ان الطم هندي والعرقسوس يعني اللي عملوه افراد البوفيه، ما تخيلوش ان الست اللي كانت ظاهرة في الفرح من شوية هي اللي جايبه لهم الجلاكن ومدخلها لهم على مكان البوفيه ورا الفرح. وتخيلوا ان ده يعني حاجة او اوبشن زيادة من طاقم البوفيه اللي مسؤول عن المشروبات والمأكولات في الفرح، واخدوها وشربوها. ولكن مر ربع ساعة عادية جدا، وفجأة ابتدت تحصل الاحداث اللي غير متوقعة في الفرح، وهي ان العروسة كانت قاعدة على الكوشة فجأة تخشبت وبقت ما بتتحركش وكأنها تمثال قاعد في مكانه، والعريس ابتدى يرجع او يعني يستفرغ اللي في معدته وهو قاعد على الكوشة، وفجأة ام العريس انقلبت على ظهرها ووقعت واغمى عليها، وام العروسة اللي كانت بتزغرط ومبسوطة هي وام العريس هي كمان الناحية التانية وقعت واغمى عليها، وابتدت اخت العريس وبنت عم العريس يمسكوا في بعض ويضربوا بعض بما انهم بنات عم، يمسكوا في بعض ويضربوا بعض، وابتدت واحدة من بنات عم العريس التانيين تقلع الحجاب بتاعها وتلميه على الارض وتشد شعرها لدرجة انها كانت بتخلعه من جذوره وبيطلع الدم مكانه، وابتدت فجأة كل المعازيم يقوموا يقفوا ويمسكوا في خناق بعض ويضربوا بعض بالبوكس وبالشلوت وبالإقلام على وشهم، ويطلعوا من بقهم أصوات غريبة وكأنها فحيح لأعوذ بالله الحياية والتعابين، وفي ناس ستات ابتدت تتكلم بصوت رجولي وجهش وتقول كلام مش مفهوم، وابتدوا الرجالة يصوتوا، والفرح اتقلب لمستشفى مجانين رسمي فعلا. ولكن كان في بعض الرجال من أهل العريس اللي كانوا واقفين بعيد وما شربوش من الطم هندي ولا من العرقسوس، فكانوا بيبصوا يعني وكأنهم بيبصوا على فيلم رعب فجأة حصل في الفرح ومستشفى مجانين، ومش قادرين يصدقوا ايه اللي بيحصل في الفرح قدامهم ده. وفجأة واحدة ست من الناس اللي معروفة بعقلها وبركزتها على مستوى القرية كلها او العزبة كلها، لقوها طالعة من الفرح وماشية وما بتتكلمش ولا كلمة، ولما راح جري وراها حد من اللي في الفرح وقال لها انت رايحة فين، ابتدت تبصله باستغراب جدا وتقوله انا رايحة المقابر، فابتدوا يحاولوا ان هم يرجعوها، ولكن هي مصممة انها تطلع من الفرح وتمشي وتروح المقابر، ومحدش قادر يفهم ايه اللي بيحصل للناس ده. اما في ركن تاني فكان في واحدة ست من اهل العريس، وكانت معروفة ان هي ست عاقلة جدا جدا وست كبيرة ومحترمة جدا، ابتدت تحاول الانتحار، وكل ما يمسكوها ويرجعوها تحاول تاني انها تنتحر، يعني تقطع شريان تشنق نفسها، يعني باي طريقة عايزة الست تتخلص من حياتها، ومحدش فاهم ايه اللي حصل فجأة، والست كانت في الفرح ومبسوطة وبتزغرط وبتغني مع الناس، فجأة بقت بتحاول ان هي تتخلص من حياتها، ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل ده. وراح خال العريس وهو كان احد افراد العيلة طبعا اللي مش فاهم ايه اللي بيحصل في الفرح، واللي ما شربش الحمد لله من العرقسوس والطم الهندي اللي تقدمه في الفرح، واتصل باحد شيوخ القرية وقال له اللي بيحصل، وقال له تعالالي بسرعة جدا. وفعلا حضر الشيخ من القرية وابتدى يقرأ قرآن على المعازيم اللي في الفرح وعلى العريس وعلى العروسة. فأثناء ما اتصل بالشيخ وقبل الشيخ ما يجي اتوجه خال العريس وقال للعريس خد عروستك واطلعوا على بيتكم بسرعة عشان نشوف ايه المهزلة اللي بتحصل في الفرح دي. وفعلا راح العريس للعروسة وقعد يلح في طلبه ان هي تقوم معاه عشان يطلعوا شقتهم عشان يسيبوا اللي في الفرح، ويعني حد يجي يشوف ايه اللي بيحصل في الفرح.
ولكن اتفاجئ بان العروسه قاعده ومتخشبه في مكانها وما بتنطقش ولا كلمه وملهاش اي رده فعل، وهو عمال بيلح عليها ان هي تقوم معاه، لكن هي قاعده ومتخشبه وما يعني ما بتردش عليه باي طريقه وملهاش اي رده فعل. فاتنرفز العريس جدا فجاه وابتدى يضرب في العروسه، وفجاه مسك الفستان بتاعها وشقه اتنين، الفستان الابيض بتاعها وشقه اتنين، والكبار اللي في العيله اللي ما شربوش من الطم هندي واللي قادرين يستدركوا اللي بيحصل في الفرح ابتدوا يحسوا ان لا يعني الموضوع خرج عن السيطره، ففعلا اخدوها بالقوه وشالوها هما والعريس وطلعوهم على شقتهم. وبعد شويه ابتدى يجي الشيخ وابتدى يقرا قران مستمر على اللي في الفرح، وابتدت الناس تهدى شويه، ولكن مش كل الناس اللي هديت، بعض اللي في الفرح هديوا، وابتدى يقول الشيخ ويعدل ناس عن ناس تانيين، يعني ناس بتهدى وناس تانيين مش عايزين يهدوا، وابتدى يفرزهم الشيخ لحد ما طلع 17 واحد وواحده من اللي في الفرح على جنب، وقال ان دول الشيطان تلبسهم او السحر اللي اتعمل في الجن والعفاريت اللي كان في الطم هندي والعرق سوس قوي، هم شربوا منه فتلبسهم بشكل اقوى من بقيه الناس، وان الناس دي مش سهل ان بس بمجرد ما يتقري عليها قران مره واحده او مرتين هيطلع منها السحر وهترجع لطبيعتها، وان الناس دي محتاجين فتره طويله من العلاج بالقران لحد ما يقدروا يخفوا ويهدوا ويرجعوا لطبيعتهم. لكن في جزء من اللي كان في الفرح مع استمرار قرايه القران عليه مره واثنين وثلاثه ابتدى يهدى، وابتدى يدرك تصرفاته، وابتدى يحس باللي كان بيعمله، وان يعني هو ما كانش مدرك طبعا للي كان بيحصله، ولكن ابتدى يحس ان هو خلاص يعني قدر يسيطر على نفسه وقدر يرجع لوعيه تاني. ولكن ال 17 دول مش قادرين يدركوا اللي بيعملوه وبيزيدوا، والحاله كل ما ده بتزيد عليهم، كل ما الشيخ بيقرا عليهم قران الحاله بتزيد، وبيطلع منهم اصوات غريبه وتصرفات غريبه، والست اللي مصممه على الانتحار دي بتقوم وبتحاول تمسك اي حاجه وتموت نفسها بيها. ودي كانت من ضمن ال 17 اللي الشيخ قال ان هم محتاجين فتره طويله من العلاج. على ناحيه تانية كان ابتدى النهار يطلع، وابتدوا اهل القريه يربطوا ما بين اللي حصل في الفرح والست اللي ظهرت في الفرح وتوجهت للعروسه وباركت لها ولبستها من هنا ومن هنا وادتها 50 جنيه النقود، وابتدوا يخشوا يسالوا اصحاب البوفيه او الناس اللي بتشتغل في البوفيه ان في ايه، او انتوا جبتوا منين الطم هندي والعرق سوس اللي اتقدم من شويه. وابتدوا اللي في البوفيه يصرحوا لهم بان الست اللي جت من شويه هي اللي جابت معاها جلاكن الطم هندي والعرق سوس وادته لهم، وقالت لهم ان هي احدى قريبات العريس، وان هي عايزاهم يفرقوا الطم هندي والعرق سوس على المعازيم، وان ده من عادتهم في العيله، وان ده شيء عادي ان هم يفرقوا طم هندي وعرق سوس في الفرح، وان بس حطوا عليه تلك واسقوا الناس كلها منه واسقوا العريس والعروسه واهل العريس واهل العروسه من الطم هندي والعرق سوس طبعا بالاضافه للمعازيم. وكده ابتدوا الناس يربطوا ما بين اللي حصل في الفرح والتصرفات الغريبه اللي بيعملها المعازيم وما بين الست دي، واتضح ان الست دي اسمها سحر ومشهوره وبينادولها بلقب زازا. وزازا دي كانت في يوم من الايام متجوزه ابو العريس على ام العريس، واللي قاله خال العريس بعد كده لما اتعرف الموضوع في الجرايد وعلى السوشيال ميديا وفي التلفزيون، والحقيقه ان يعني قنوات كتير جدا اتكلمت عن الفرح في الفتره اللي كان فيها الاحداث، والسوشيال ميديا تقريبا كلها كانت بتتكلم عن الفرح المسحور، وكمان الجرائد اتكلمت والمواقع الالكترونيه اتكلمت عن الفرح.
وكان من ضمن القنوات اللي اتكلمت عنه كانت قناة المحور وصحيفة الوطن، واللي طلع خال العريس وقال في قناة المحور في البرنامج اللي استضافوه فيه عبر التليفون، قال ان ابو العريس اللي هو نسيبه في يوم من الايام من حوالي 18 سنة راح وكان عنده 6 اطفال من ضمنهم العريس، يعني جوز اخته كان متجوز اخته ومخلف منها 6 اطفال من ضمنهم العريس بتاع الفرح او بتاع قصتنا اللي بنقولها النهاردة. راح فجأة وتجوز عليها المدعوة سحر والمشهورة بزازة على اخته، وقعد معاها شوية يعني تقريبا 2 او 3 سنين وما انجبش منها اطفال، ولكن فجأة وبعد الفترة اللي عاشها معاها اكتشف ان سحر دي من المشعوذات وانها ساحرة وبتتعامل بالجن والسحر واللي يعوذ بالله، وان هي يعني ناس يعني واحدة من اللي بيتعاملوا بالاسحار والشعوذة والجن والحاجات دي، وانها مش بتروح لناس يعملهم لها، ان هي بنفسها بتتعامل مع الجن وهي بنفسها اللي بتعمل الاسحار والكلام ده، وان هي كانت سحرة علشان يتجوزها على مراته واطفال. وفجأة طلقها، وبعد ما اكتشف الموضوع ده وراح وكان عنده ارض وعنده ميراث ورثه عن ابوه، فراح وباع ارضه كلها وباع ميراثه كله، وبعد ما طلق صحر كمان هجر زوجته ام اطفاله وهجر اطفاله وساب المكان او البلد كلها ومشي واختفى ومحدش بقى يعرف عنه حاجة. وطبعا القرية كلها عرفت ان هو طلق سحر او زازة دي، لانها بتتعامل بالسحر والشعوذة واليعاذ بالله وبتتعامل مع الجن. فطبعا اهل العريق يعني اهل زوجها ابتدوا يقولوا ان هو طلقها وان هو هي السبب في انه هجر مراته وهجر اطفاله وانه باع ورثه لان هي كانت سحراله، وان مش بعيد تكون لما طلقها سحرت له عشان يبيعوا مراته ويسيب مراته والكلام ده. وابتدى الكلام ينتشر في العزبة كلها او في القرية كلها، وبناء عليه القرية كلها ابتدت تعرف ان السحرة دي واحدة من السحرة والمشعوذين، واطلقوا عليها اللقب ده وبقولوا عنها المشعوذة، وما بقاش حد من اهل القرية يتعامل معاها الا نادرا جدا. وهي راحت واتجوزت واحد تاني وبنت بيت وعاشت يعني في مكان معين من القرية بعيد عن اهل زوجها وعن ضرتها او الست اللي كانت في يوم من الايام يعني مرات زوجها الاولانية واطفاله، ولكن هي فضلت حقدة عليهم ومش ناسيه لهم ان هم اللي خلوا اهل القرية يعرفوا ان هي بتتعامل مع الجن وبتتعامل بالسحر. وانتهزت فرصة ان العريس وده يعني واحد من اولاد زوجها هيعمل فرحه وهيتزوج، وعملت له السحر ده وجابته وجت علشان تبوظ له الفرح. وطبعا اهل القريه بعد ما ربطوا الاحداث دي توجهوا فورا لبيت سحر، ولما راحوا توجهوا لبيت سحر واتكلموا مع جيرانها ووقفوا هناك وقعدوا يزعقوا، جيرانها كمان سحر طلعوا وقالوا لهم ان ايوه مش بعيد فعلا تكون هي السحر السبب في اللي حصل في فرحكم، لان بيتردد عليها هي وزوجها واحد بيجي من محافظة الجيزة، وطبعا دي محافظة بعيد جدا عن المحافظة اللي فيها عزبة عفيفي في محافظة الدقهلية، بعيد جدا عن محافظة الجيزة يعني سفر اكتر من 2 ساعة، وان هو بيجي لهم بعربيته وانه دايما بيجيب لهم حاجات، وان قبل الفرح بساعات بسيطة جدا الساعة 2 بالليل الليلة اللي قبل الفرح كان جاي عندهم وجايب لهم ديوك اللي هي يعني زوج الفرخة ديوك وكتير جدا وشايلها وداخل، ولما الناس قالوا له يعني انت جاي هنا ليه دلوقتي، فقال لهم ان هو معزوم عند سحر دي او زازة هي وزوجها على العشاء. يعني انا ما عارفش معزوم على العشاء الساعة 2 بالليل مش فاهمها ده يعني، وجايب لهم ديوك صحية يعني على ما تذبحهم وتطبخهم يعني معزوم على العشاء الفجر يعني ده حتى يعني ما حطلش فطور ده فطار. المهم ان الناس ربطوا الاحداث ببعضها وعرفوا ان الراجل ده هو اللي بيجيب لها الحاجات اللي بتعمل بيها السحر لاهل القرية،
وبالتالي اتجمهروا على عربيته وعلى عربيه زوج سحر وابتدوا يولعوا فيهم. وراحت سحر وشافت اللي بيحصل من الشباك بتاع بيتها هي والضيف وزوجها، واتصلوا بالشرطه اللي جت واخدت 8 من افراد عيله العريس اللي كانوا متجمهرين قدام بيت سحر وبيولعوا في عربيه زوجها وعربيه الضيف اللي عندها، واخدوهم ودوهم على الشرطه. ولما راحوا مركز الشرطه اعترفوا بان هم فعلا ولعوا في العربيات وما انكروش، وقالوا ان احنا عملنا كده انتقاما منها من اللي عملته فينا وفي اهلنا، ان هي جت على الفرح بتاعنا وسحرتنا وسحرت اهلنا وسحرت معازيم اللي في الفرح بتاعنا وبوظت لنا الفرح. وبالتالي راحت النيابه او الشرطه واخدتها هي وزوجها والضيف اللي عندهم، وابتدت تحقق معاهم، وبكده بقوا 11 فرد مقبوض عليهم، 8 من اهل العريس وهي وزوجها والضيف اللي عندهم. وساعتها اتعرضوا على النيابه اللي قررت استمرار حبسهم 15 يوم مع التحقيق، يعني ان هم يتحبسوا 15 يوم لحد ما يحققوا في الموضوع ويعرفوا مين اللي غلطان ومين اللي ممكن يعني يتعمل له قضيه ويروح للمحكمه والتاني لا يعني. وساعتها جابوا العريس اللي قال ان انا يعني اتصدمت، وان اللي حصل في فرحي ده مش ممكن هيتنسي مدى الحياة، وان ده علامة من علامات يوم القيامة ان انا ابقى قاعد في فرحي واهلي بيضغطوا وفرحانين بيا جدا، وفجأة الفرح يتقلب لمستشفى مجانين زي ما قلنا، او لحاجة مش مفهومة والناس تضرب في بعضها واهلي يغمى عليهم والعروسة تتخشب وانا بعد كده اضرب مراتي، ويعني والاحداث اللي حصلت. وقال ان كمان اللي حصل ان هو لما طلع البيت هو وعروسته او هو وزوجته اكتشف ان هو مش هيقدر يقوم بواجباته الزوجية تجاه عروسته، لان السحر اثر عليه وان الست دي يعني خلته مش هيقدر يقوم بواجباته يعني الزوجية، طبعا فاهمين يعني. وان في 17 واحد من اللي كانوا في الفرح اللي هم اهل العريس والعروسة والمعازيم لسه متأثرين بالسحر لحد دلوقتي، والشيوخ لسه بتيجي وبتحاول تعالجهم، وان الشيخ اللي بيعالجهم ساعات وهو بيعالج ال 17 دول من شدة السحر اللي عندهم بيقوم بالهلوسة، وساعات يعني بينام فجأة، وساعات بيشوف حاجات مش موجودة وهو قاعد يقرأ قرآن على الناس، وساعات يعني بيصمت ويقعد يهلفظ بالكلام يعني. وان الشيخ نفسه بيقول لهم ان هو ابتدى يتأثر بالحاجات اللي اثرت على ال 17 فرد دول، ان هو مش قادر يكمل علاجهم، وان لازم يشوفوا لهم حد يكون يعني بيعالج بالقرآن برضه ولكن اقوى منه علشان يجي يعالجهم، لانه مش قادر لوحده، لان الشيء اللي تلبسهم قوي جدا وبيأثر عليه وبيأثر على نفسيته، وانه ما بينامش من ساعة ما ابتدى يعالجهم وابتدى يشوف حاجات وابتدى زي ما قلنا يهلوس بحاجات. يعني السحر ابتدى يأثر كمان على الشيخ اللي بيحاول يعالج الناس المسحورين. والحقيقة ان دي كانت الاحداث اللي حصلت في الفرح المسحور اللي في محافظة الدقهلية، واللي محدش قدر يفهم هي ازاي اثرت على العدد الكبير جدا ده من اللي في الفرح، واللي في مواقع كتير جدا زي ما قلنا اتكلمت عنه. دي كانت قصتنا النهارده اللي اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وان قولوا لي رايكم في الكومنتات. طبعا انتوا مصدقين ان فعلا في واحده تقدر تسحر عدد كبير جدا من الناس في مكان واحد، ولا ان دي حاله نفسيه يعني حد عنده حاله نفسيه فاثر على اللي حواليه وابتدى ياثر على العدد الكبير ده، ولا ده حسد، ولا ايه ده بالظبط؟ يا ريت تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، واتمنى ان القصه تكون عجبتكم وان انتوا تعملوا لها شير ولايك، واللي مش مشترك معانا في القناه يشترك ويفعل الجرس علشان توصلوا القصص بتاعتنا اول باول،
ويا ريت تقولولي كمان وتتواصلوا معايا في مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتي على تويتر وعلى الانستجرام وعلى الفيس اللي موجودة في صندوق الوصف بتاع الفيديو واللي موجودة في لمحة على القناة. ميرسي ليكو واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.